اعترض على موضوع مد اليوم؟ والله قدموا طعن. والله احنا برضو هنا في الاجتماع ما كناش موافقين على الفكره ديت. انا مش عارف جات لهم منين يعني. لا لا مش معتقدش ان هو هينسحب، لكن احنا كنا شايفين ان الناس هتنزل النهارده وفي ساعه زياده ونتجو بقى كويس والامور احسن، فليه نمد يوم تاني؟ اليوم ده ممكن يخلي الناس ما تنزلش النهارده بقى. فكنا يعني هو ده الاعتراض اللي كنا بنناقش. لا لسه يعني ده وقت طويل، لسه قدامنا وقت طويل. لسه قدامنا وقت في الموضوع. عدم اقبال الناس بالشكل الكافي النهارده. لا انا ما يعني ما اعتقدش ان في تفسيرات، يعني هي في تفسيرات كثيره منها الجو ومنها يعني اشياء كثيره، ولكن انا شايف ان الناس للاسف اتغرس في يعني في نفسيتها فكره الانتخابات المحسومه ديت، فدايما احنا بنعمل كده.